خلينا نبدا ونقرا شويه او نعرف اكثر المشاهدين على الفرصه السكانيه. طيب الفرصه السكانيه انه في عام 2030 راح يكون اغلبيه او ثلثين سكان الاردن والدول الناميه راح تكون من فئه الشباب، يعني منا احنا من الفئه المنتجه. كيفوا انبسطوا؟ اوكي. وطبعا هذا الحكي معناته انه لما يكون يعني اغلب سكان الاردن من فئه الشباب معناته احنا لازم نستغل هاي الفرصه، عشان هيك اسمها فرصه سكانيه. شبابنا بالأردن يمكن شوي مظلومين، يعني صراعات عم بتصير وتحديات، يمكن عندنا فقر وبطالة وعندنا شوي مشاكل، لكن في مبادرات، في مبادرات قوية، وفي في شيء جميل بصير بالأردن، إنه رغم كل الأحداث والصراعات اللي بتصير حوالينا بالمنطقة، لكن شبابنا واعي وشبابنا عم بيعمل أشياء جميلة وإنجازات حلوة، وراح نستغل أكيد الفرصة السكانية. صح شروق؟ أكيد طبعا مزبوط، مثل ما أنت حكيت بأنه يمكن الشباب شوي مظلومين، بس ما بننكر بأنه في عنا إحنا جهات داعمة عم بتكون للموضوع، مثل في عنا إنجاز وفي عنا كمان رواد بتصور، يعني كل هاي الجهات عم تدعم الشباب، عم توقف معهم، عم تدعم لهم مشاريعهم وكل شيء، هو كل أفكار الإبداعية اللي ببالهم. ويمكن مثل ما حكت ميس بأنه موضوع الفرصة السكانية هم واعيين له أكيد هاي المؤسسات، لأنه إحنا بال 2030 مثل ما قلتي رح نوصل لموضوع الفرصة السكانية، يعني رح تكون النسبة الأكبر هي نسبة الشباب اللي هم فوق ال 15 سنة ولغاية ال 64 سنة، فالمؤسسات هاي عم تشتغل على هذا الموضوع، عم تدعم الشباب بكل أفكارهم الريادية والإبداعية حتى لما نوصل لهاي المرحلة، خلينا نقول يكون في عنا مجموعة من المشاريع اللي تدعم وتخدمنا بالمستقبل، وخاصة زي ما حكى سمو ولي العهد إنه لازم نوفر الفرص المناسبة لهاي الشباب عشان ما يضطروا يتوجهوا لأشياء أخرى. بالضبط. لازم فعلاً يعني نحاول نستغل طاقاتهم قدر والإرهاب اللي حكى عنها سمو الأمير. فعلاً لما أنت بتدعمي الشباب بتستغلي طاقاتهم بهاي الأمور الإيجابية، فشي طبيعي طبعاً، يعني حتتنفس كل الطاقات وكل شيء في كل شيء عندهم أكيد بشغلات إيجابية. مشاريع كبيرة ومشاريع كتير مهمة بتتم في الأردن الآن، واستغلال الفرصة السكانية بلش يمكن من 2009، لكن ذروة الاستغلال راح يكون بال 2030، يعني راح تكون نسبة الفئة المنتجة هي ثلثين، منأكد على أنها راح تكون ثلثين، وراح نشوف إن شاء الله مشاريع وفي مجالات التعليم، في مجالات كبيرة للشباب، في مجالات راح تأهل الشباب ليكونوا فعلا القطاع الأكبر المنتج في الأردن. مظبوط. يعني أنا بتمنى هيك شوي شوي إحنا قدرنا هيك عم نوصل المصطلح نوعا ما لكل الأصدقاء اللي عم بيتابعونا، شو هي الفرصة السكانية. شوي شوي إن شاء الله هيك الفكرة عم توضح.